تعز نفسك وتحني للكريم راسك، يزيد مقامك وتعلى في الأنام راسك. هل مات داخل مقبرته أم في ثلاجة الموتى؟ حقيقة وفاة الفنان صلاح قبيل، ممثل قدير ونجم سينمائي وتلفزيوني ومسرحي من الدرجة الأولى. بدايته الفنية انطلقت من خلال دور عباس الحلو في فيلم زقاق المدق، وبعدها توالت عليه الأعمال الفنية لأكثر من 30 سنة قدم فيها الشخصيات المختلفة زي المعلم ابن البلد، الطمعان في الفتاوة، ضابط الشرطة، المجرم ورجل الأعمال، وغيرها كتير من الأدوار اللي أبدع فيها كلها. قال عنه الكاتب مصطفى أمين: من أدواره يكرهه المتفرج ويعجب بيه في نفس الوقت، وتخرج من أفلامه تفتكره أكتر من البطل نفسه حتى لو ما قالش غير كلمتين. تاريخه الفني حافل بكتير من التفاصيل والحكايات، لكن حياته الشخصية والإنسانية كان فيها الأغرب، حتى إن وفاته نفسها كانت حلقة غامضة في مسلسل مثير. لا، ما هنا أصل دي مغلطة ما تبقاش منضبطة لو الواحد غلط في عمره. في 3 ديسمبر عام 1992 حصلت ضجة كبيرة بعد وفاة الفنان صلاح قبيل، وده بسبب انه توفى نتيجة ازمتين مفاجئتين، واحدة قلبية والتانية بسبب غيبوبة السكر، وده كان اثناء تصوير مشاهده في مسلسل ذئاب الجبل اللي كان بيقوم فيه بدور علوان البكري، واللي قدمه بعد كده الفنان الراحل عبد الله غيث اللي انتقل اليه الدور بعد ما صور صلاح قبيل 8 مشاهد بس ومات بعدها. والغريب ان عبد الله غيث برضو ما كملش تصوير المسلسل، لكنه كان صور اكتر من 80% من مشاهده، فاضطر هنا صناع المسلسل لتغيير النهايه. نيجي بقى لوفاة صلاح قبيل نفسها واللي اتقال عليها كتير من الاشاعات، منها مثلا انه بعد ما مات انتشر خبر بان حارس المقابر سمع اصوات طالعه من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفه الطب الشرعي والنيابه العامه وجدوا جثه صلاح قبيل على سلالم القبر متوفيا بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد، لكن الخبر تم تكذيبه من أسرة الفنان، وقالت وقتها أسرة الفنان إنه مات نتيجة نزيف في المخ فدخل في غيبوبة، لكنه وضع في ثلاجة الموتى لمدة 2 يوم نتيجة تشخيص خاطئ، واعتقد الطبيب المشرف على الحالة وقتها بالخطأ إنه مات، وكان الفنان لا يزال على قيد الحياة. وبعد فترة قام الصحفي محمد قبيل ابن شقيق الفنان الراحل بعمل تحقيق صحفي عن الواقعة، فأكد فيه ان الكلام ده كان مجرد إشاعة، ورغم كده لسه إشاعات وفاة الفنان بتتردد لحد النهاردة. مش عايز من خليتك حاجة، هبقى اشتري من المديرية وردة ما جاتش ليه. وكأن الإشاعات رفيق رحلة مع الفنان صلاح قبيل ما سابتهوش لحد وفاته. فبعد ما مات اترددت اقاويل انه كان متزوج من الفنانة وداد حمدي اللي اتقتلت بعد وفاته، وانها ام ابنه عمرو، لكن عمرو نفسه نفى الكلام ده تماما وقال ان والده تزوج مرة واحدة في حياته قبل شهرته من مدرسة كانت جارته في حي مصر القديمة اللي سكنها لما جه القاهرة من منيا القمح، وهي ام اولاده الاربعة امال ودنيا وصفاء وعمرو، وان الفنانة وداد حمدي مجرد زميلة لوالده ليس إل.